صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله هنشارك معكم هذا النهار اللي غيكون طويل ومجبد. كما كتشوفوا هذا فطوري هذا النهار، دايره غير واحد الكويس العسل. وليدات ديالي دايره اليوم حليب الشوكولات، وهذا الكاب كيك كانوا عندي في الثلاجه، يعني غير زينتهم. هذا هو فطوري ان شاء الله. رجعت لكم من جديد البنات، كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم الجو عندنا مشتوي 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 كما كتشوفوا البنات، الدنيا كلها سارده. صافي غير فطرنا، حتىنا ليله في المدرسه، ودابا غادي نتلاقاو مع واحد السيد من العائله درنا معاه غير هنا في نواحي واشنطن. كما كتشوفوا الدنيا كلها سارده. نقلب لكم سامي شوف شنو داير. فين ما كيلقى شي ضيوة الا كيشتف عليها. بلاصه ديال كل عامره بالماء. البنات واخا الحال مشتوي، الجو سخون. انا حيت الكبوط كما كتشوفوا، سامي تا هو حيت كبوطو. الحال سخون صافي. شفنا السيد سيد من العائله، جات المدام ديالو، المهم شربنا قهوه مجموعين، ودابا ان شاء الله غادي نكملوا الخريجه ديالنا. دابا البنات غادي نديكم معايا في واحد الجوله، يعني في محلات. المهم غادي ما غنقولش غير محل واحد، المهم لحقاش دخلت وخرجت، حيت يعني حدا بعضياتهم. دزت لتيجي ماكس، دزت المارشال. هنا يعني بغيت ناخذ شي طابلو للصالوني الرومي، وحرت بين هذاك الاول وبين هذا اللي فيه لي سيركل، وباقا تالفه يعني ما عرفتش اش من واحد. نتمنى يعني تخليوا لي في التعليق اش من واحد عجبكم. ماما ماما اون تويز. لا ما كاينش تويز. هنا البنات تيجي ماكس لقيت دايرين كليرونس، يعني على الجهد على الجهد على الجهد كما كتشوفوا. اثمنه زوينه يعني في هادشي ديال الديكورا ديال الكوزينه، وهذا اثمنه زوينه كما كتشوفوا معايا. واخا يعني راه الدنيا شي شويه مربجه كشي شي فوق شي، ولكن الاثمنه ديالهم زوينه زوينه الصراحه تقال. البنات شوفوا شنو لقيت، لقيت الطباسيط ديال القزدير، هذوك القدام والله الا قزدير قزدير كما كتشوفوا. لقيتهم، وهاد الكويميلات هادو فكروني يعني في داكشي التقليدي القديم ديالنا.
خديت لي خديت، وان شاء الله ملي غنرجع للدار غادي نشارك معكم. صافي وصل الوقت دابا، جينا هزينا ليلى وجينا هنا لهاد ريستورون هادي، جينا للهيباشي. كتعجبني بزاف هاد هيباشي، يعني فيها السمك فيها كل شيء يعني مخلط. فيش يلا سامي ليتس جو. لا لا تشوفوا انت عندهم كانت سارة والمغرية يا بليلة. فين؟ بغيت تتلعب. مازال انا غادي نمشي. سير. صورت لكم شي شويه كما كتشوفوا، يعني الليبلا المفضلين عندي هنايا يعني كنمشي للسمك، وبحال هكا يعني خضيره ممنوعه عندهم يعني بزاف الحوايج، ولكن ما كيكون يعني فيهم الشك ما كتعرفي اشنو فيهم. وهنا كنفيلم لكم الرواق ديال الديسير. بعد هاد الدوره كامله وهاد المساريه كامله، ودخل من هنا خرج من هنا، ما خليت حتى شي محل ما دخلتش ليه. غادي نشارك معكم البنات الهميزات او داكشي اللي شريت غادي نشاركه معكم. اول حاجه هي هاد البوفه هادي كما كتشوفوا البنات، ندمت مني ما خديتش منها جوج، ولكن مازال غادي نرجع ناخذ منها جوج. هذه كما كتشوفوا البنات بوفا، يعني بوفا وميم طون ستورج، انا راه باقي في هذاك الشيء اللي تقديت باقي لداخل. كما كتشوفوا البنات بوفا وفي نفس الوقت ستورج. بالنسبه لهذه لقيتها في السيل دايرين ليها 39 تقريبا 40 دولار، ومازال ان شاء الله ورطبه رطبه رطبه زوينه زوينه لحقاش بغيت. يا اما غندخلها لغرفه النوم، اولا اولا غادي نبدل هاد نبدل هنا. مهم انا عجبتني، اي حاجه غادي نديرها والا غادي نشاركها معكم. كما كتشوفوا كيجي يعني الشكل ديالها متيول صغيره، ما كبيراش وما صغيراش وصحيحه، زعما صحيحه زوينه بزاف. ثاني حاجه البنات اشارك معكم هادي اللي الصراحه تقال يعني باطل. رخيصه هاد القريعه هادي كما كتشوفوا البنات، قرعه كبيره ولا وريتكم الثمن ديالها 2 دولارات اللي لقيت دايره زوينه بحال هكا، يعني تحط بحال هكا يعني اي حاجه يعني كنبغيو نديروها ما وتبقى يعني مزير عليها وداكشي. كما كتشوفوا الغلاقه ديالها فيها هاد الجلده هادي، يعني كتحل بصعوبه باش يعني كتبقى زامطه على اي حاجه درناها فيها. عجبتني بزاف وخساره يعني لقيت غير وحده هي اللي لقيت. تاني حاجه البنات غادي نشارك معكم هاد المنظمه هادي اللي عجبني الشكل ديالها، والاكثريه خديتها على ود هاد اللون هذا الابيض. لحقاش غادي نبدل كاع داكشي اللي حاطه فوق الكومود غادي نبدلو، غادي ندير كلشي في البيض.
وعجبني يعني هاد الميلونج هذا ديال الذهبي والبيض بحال هكا. هادي خديتها هي ثمنها كان داير 20، خديتها انا ب 14.99. هادي خديتها من برلينتون، يمكن من برلينتون. غادي نوريكم اشنا خديت ثاني لغرفة النوم. خديت هادي البنات، علاش قلت لكم يعني غادي نشونجي كلشي في الابيض. كما كتشوفوا يعني جات اونصومبل واحد في الابيض. هادي خديتها للريحه لاي حاجه، وتا هي لقيت فيها غير وحده، والثمن ديالها خديتها ب 10 دولارات. كما قلت لكم البنات راهم وجيبات. قلبت قلبت قلبت، بغيت ناخذ منها جوج، ولكن لقيت يعني في هذا الديكور هذا لقيت غير وحده كما كتشوفوا البنات. نزيدو نشوفوا هذا ستورج مازال فيه. هذه خديت هذه ديال اللي كرشوا فيها ديال السكر كلاصي ديال اي حاجه. كما كتشوفوا البنات دايره 2 دولارات 99، ما عنديش. ولقيت هذه ديال هاد لي شوسون كما كتشوفوا البنات، ثمنها دايرتها هي 2.99 بحال بحال هادي. وصافي، واخر حاجه البنات لقيتو في البروموسيون الميزان ديال لابار، تا هو خديته. لقيته يعني ديال 77 باوند، لقيته ب 6 دولارات 99، خديته واخا ما كاين صفر دابا. وهادو هما المشتريات اللي خديت هاد النهار. كنتمنى يعني الجوله اللي درنا هاد النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنودعكم في يد الله الى فيديو قادم ان شاء الله.